مشاهدينا أسعدتم مساء. سيطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة نهار يوم غد الأربعاء، لكن يوم الخميس وبإذن الله سيطرأ انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر، كريم هايبر ماركت، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. وعلى الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستتأثر يوم غد الأربعاء بكتلة هوائية دافئة وذات درجات حرارة أعلى. اللون الأصفر والأحمر يمثل درجات الحرارة الأعلى التي ستؤثر على المملكة يوم الأربعاء بإذن الله، بحيث يوم الأربعاء تسيطر الكتلة الهوائية الدافئة ويطرأ ارتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 5 إلى 6 درجات مئوية. لكن يوم الخميس ستتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. هذه الكتلة ستكون مصاحبة لمنخفض جوي بيكون يتمركز جنوب تركيا بإذن الله. و الخرائط التي تمثل سرعة الرياح نلاحظ أن يوم الأربعاء الرياح معتدلة لكنها تنشط بعد الظهر، وبعد الظهر بتكون مثيرة الغبار والأتربة خاصة في المناطق الجنوبية وبعض المناطق الوسطى والشرقية، لكن تشتد سرعة الرياح بشكل واضح ومثير إلى الانتباه يوم الخميس، بحيث تصل بعض هبات سرعة الرياح الجنوبية الغربية والغربية إلى حوالي ما بين 70 إلى 90 كيلومتر بالساعة، وبتكون هذه الهبات القوية والرياح الشديدة مثيرة للغبار والأتربة خاصة في جنوب وشرق المملكة وأيضا في معظم مناطق المملكة تقريبا. لكن يوم الخميس أيضا تدخل الكتلة الهوائية الباردة، وبالتالي يصاحب هذه الرياح الشديدة انخفاض واضح على درجات الحرارة. أحوال جوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء باردة نسبيا تقريبا، لكن درجة الحرارة الصغرى أعلى من معدلاتها بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية. أجواء غائمة جزئيا بغيوم عالية ومتوسطة، الصغرى المتوقعة 10 درجات مئوي. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم غد الأربعاء ارتفاع واضح وملموس، الأجواء تغطي السماء أيضا كميات من السحب العالية والمتوسطة، درجة الحرارة العظمى 21 أعلى من المعدل ما بين 5 إلى 6 درجات مئوية. الأربعاء ليلا تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، لكن هناك احتمالية لسقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا. الخميس انخفاض واضح على درجات الحرارة، نلاحظ يوم الأربعاء العظمى 21 لكن الخميس العظمى حدود 10-11 درجة مئوي. الأجواء يوم الخميس أجواء باردة غائمة، زخات رعدية متفرقة من المطر على فترات بإذن الله، رياح شديدة بتبلغ هبات الرياح وسرعة الرياح أحيانا ما بين 70 إلى 90 كيلومتر، بتكون مثيرة الغبار والأتربة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، لكن بشكل عام قبل الهطول بتكون الأجواء مغبرة في معظم مناطق المملكة، وأيضا بالليل بتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتسقط زخات متفرقة من المطر على فترات. إذا العظمى يوم الخميس 10 والصغرى 5، وهذا المفارقة كبير ما بين درجات الحرارة ما بين
يومي الأربعاء والخميس. نرجو من الجميع أخذ ذلك بعين الاعتبار وعدم التسرع في التصيف مبكرا. والجمعة أيضا أجواء باردة، درجات الحرارة أقل من المعدل، أجواء غائمة جزئيا، في احتمالية لسقوط أمطار متفرقة أحيانا خاصة في فترة ما قبل الظهر، العظمى المتوقع 11، وأيضا الأجواء بالليل بتكون باردة والصغرى بحدود 4 درجات مئوي. أحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن الأردنية في المناطق الشمالية، تغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة، أجواء دافئة نسبيا، لطيفة بالليل وغائمة جزئيا، العظمى المتوقعة في إربد 22 والصغرى 14، عجلون 22 والصغرى 13، جرش 22 إلى 15، المفرق 22 إلى 13 درجة مئوي. الأجواء المتوقعة في المناطق الوسطى أيضا أجواء غائمة جزئيا بغيوم متوسطة وعالية، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح ما بين 5 إلى 6 درجات مئوية، العظمى المتوقعة في مأدبة 21 والصغرى 11، البحر الميت 25 إلى 19، البلقاء 21 إلى 12، العظمى 21 والصغرى 10، الزرقاء العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوي. المناطق الجنوبية أيضا أجواء دافئة نسبيا، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، تظهر السحب العالية والمتوسطة، العظمى في الكرك 22 والصغرى 11، الطفيلة 21 10، الشراح 20 إلى 10، إمعان 24 إلى 13، وخليج العقبة العظمى المتوقعة 29 والصغرى 20 درجة مئوي. المناطق الشرقية من المملكة أجواء مغبرة أحيانا لكنها دافئة بالنهار، تقريبا لطيفة بالليل، الأزرق 26 العظمى والصغرى 14، الصفاوي 23 14، الرويشد 24 إلى 14 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، نتمنى للجميع أوقاتا سعيدة وموفقة، ولكم تحية طيبة من طقس العرب. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو.